نتتبع في هذا اللقاء مباراة تمر من دوري كأس أو دوري الدولي لأكادير في التنس، والمباراة مع رضا بناني مع الإيطالي توماسو. أذكر على أن رضا يبلغ 15 سنة، موهبة صاعدة إن شاء الله، وينازل في هذا التمر توماسو البالغ 22 سنة. مع الإشارة إلى أن توماسو له تجربة كبيرة وينزل دوريات كبرى في التنس عكس رضا بناني، موهبة تشق طريقها نحو مستقبل زاهر. تتبعوا معنا حركاته وسكناته وتدخلاته أثناء لعبه، كلها تشير إلى أن المستقبل ظاهر إن شاء الله بالنسبة لرضا بناني. انهزم 6-3 في الشوط الأول، وسينهزم أيضا في الشوط الثاني 6-3، انهزام بذوق انتصار كبير لأنه لا زال في بدايته. هذا والده بناني عالي الذي يرجع له الفضل الكبير في تكوين ابنه رضا، والفضل أيضا يرجع إلى أكاديمية أشكال التي يسهر عليها السي الحميدي والسي الخياط هشام. تتبعوا معنا كيف أن السي بناني يتتبع اللقاء بشوق وبحماس ليفوز ابنه في هذا الدور، دور التمون بالنسبة لدوري أكادير الدولي الذي حضرته مجموعة من الدولي الكبار. نشكر بالمناسبة جامعة السلطة المحلية الأمن الوقاية المدنية كل من سأمر في هذا الدوري، وإلى النادي الملكي. هذه كان شهد من الفرق عند زاوية الخياط.